بس هاي كلها اريد نكمل المضمار على الجري. تم زيارة سيد المحافظ لمشروع السد ونينا وأبروي. المتبقي من المشروع عندنا صبغ الشوارع ان شاء الله وصبغ الأرصفة، وعندنا تارتان 600 متر موحاذي الى نينا وأبروي. التارتان راح يكون بأحدث الطرق اللي راح اول مره تدخل الى الموصل. ارتئينا انه نخليها من نينا وأبروي في سبيل انه العوائد تاخذ راحتها على الجانب الاخر من السده. نسبه الانجاز 90%. يعني بالنسبه للسقي، السقي عبر منظومة ري متكونة من ثلاث آبار ومنظومة ري متكاملة لكل الأشجار.